ما مختلف. المزاج الدولي احنا ما نخضع له، انا شخصيا ما اخضع له، واحنا انا علاقتي بالدول كل زينه بكل دول العالم بدون استثناء تقريبا، يعني ما عندي مشكله ويا احد منهم، عندي مشكله ويا واحد اثنين لا اكثر ولا اقل، لكن انه احنا ننتظر المزاج الدولي يقرر نيابه عنا هذا معناها طاح حظنا بالكامل. ولهذا سمحت سيد مقتدى اللي انا يشدني اليه هو انه هو ما يقبل يسمع المواقف الدوليه والاقليميه، وايضا عنده راي يقول لك انا عراقي انا اشتغل كعراقي واتخذ قرار كعراقي، هذا هو المطلوب الان، والمطلوب ان نتباصر بالحقائق، هل هذه الانتخابات راح تولد وحده بالشعب العراقي لو مزيدا من التمزق؟ انا اعتقد الاخ مقتدى يعني مفتوح الصدر ومفتوح العقل ورجل عنده استقرار في تفكيره، وبهذا يمكن انه واحد يتعاون وياه لما في مصلحه العراق. احنا اذا نريد نبني عراق لكل العراقيين لازم ما نستثني احد باي شكل من الاشكال، وانما ندخل الكل ونطلب من الكل ان يدخلون بشرط ان لا يدخل غير عراقي يفرض علينا نتائج. هذا هو المشكله، يتدخل هذا شو اسمه السبهان، لا هذا الاخ سليماني ويدخل سبهاني والنتيجه شلون؟ خلينا نروح لبيوتنا عمي، نطلع نطلب لجوء سياسي ونطلع.